أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر حريصة على حقوق الإنسان من منظور فكري ومن خلال معتقدات تمارسها. وشدد الرئيس السيسي على أن جهود الدولة المصرية والمتعلقة بحقوق الإنسان وعدم التمييز لم تقدم عليها تحت أي نوع من أنواع الضغوط، بل من خلال ضوء المعتقدات والأفكار التي تؤمن بها. وإحنا هنا في مصر، ومنقولش ده عشان يعني نشير إن إحنا كدولة حارسين على الموضوع دوت، إحنا بنحارسين على موضوع حقوق الإنسان من منظور فكري، معتقدات إحنا بنمارسها. لما بنيجي نتكلم زي يعني ما تم تناوله حتى من يعني شبابنا اللي اتكلم في الموضوع، أو من السيدة السفيرة مشيرة خطاب على موضوع عدم التمييز وعملية التمييز على أساس ديني أو أي أساس آخر، حتى الكلام ده إحنا ما عملناهوش تحت ضغط من حد، إحنا عملناه في ضوء معتقدات وأفكارنا اللي إحنا بنقول فيها إن التنوع والاختلاف ده أمر إحنا بنقوله أمر سنة من السنن الكونية. يعني الاختلاف والتنوع بين الناس في اللغة وفي اللون وفي الشكل وفي الثقافة وفي كل شيء، ده سنة. مش هنقدر نخلي العالم كله يتكلم لغة واحدة، مش هنقدر نخلي العالم كله شكل واحد، مش هنقدر نخلي العالم كله مشاربه السياسية مشرب واحد. وأتصور إن لو إحنا فكرنا إن إحنا عايزين نعمل ده، نقول الكل يبقى له لون سياسي واحد أو فهم وممارسة واحدة، أخشى إن إحنا يكون ده شكل من الأشكال الاستعلاء بالقدرة، الاستعلاء بالإمكانيات، الاستعلاء حتى بالممارسة. لابد يبقى فيه تنوع واختلاف بين الدول وبعضها البعض.